استمتعت بالتجربة، اكتشفت موهبة ثانية موجودة في الداخل اللي هي عبارة عن موهبة التقديم أو الإذاعة والتقديم. كانت تجربة جدا جميلة موفقة، إنك تشوف مهاراتك في انتقاد المتسابقين أو إنك شلون تقيم المتسابقين. فكرة الفعالية كانت إن شلون تساعد الناس يقدمون أكل صحي في بيوتهم بعيدا عن الذهاب إلى المطاعم أو أكل الفنادق. فكانت التجربة جدا ممتعة ناجحة. أتمنى أن هاي النوع من الفعاليات يكون مستمر بشكل شهري أو بشكل سنوي، وإن شاء الله نشوف العام القادم دايت آيدول للموسم الثاني.